السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نحن الدرس الرابع اللي هو درس الـ E. E كبيرة وهي صغيرة. E E تمام. كل مرة مطلوب منك تجيب دفتر صفحة صفحتين وتكتب الحرف اي اي اي. طريقة مثل الإنجليزي هي صغيرة اي 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 اي. يعني دائما مثل ما قلت لكم لازم تكون رسام، يعني قبل ما تتعلم وتحب اللغة يعني تكون رسام، يعني تعمل لك عمود هيك مشان ما تنسى، تحط لك ثلاث خشبات معه وتتعلمها، وهي كمان مايلة تكون اي 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 خفيف. هذيك عليها نقطة اي تمام. طبعا كورس للألفابيت، يعني في ناس عم يقولوا لي ليش يعني كتير بطيء انت، يعني هلا الناس اللي ما بيعرفوا حتى يكتبوا اسمهم، يعني عنا مثلا كلمة ليبة، هلا رح ناخد كلمات ألمانية. أول مش كنا ناخد عربي، بس قلنا يصير عنا كم حرف زيادة ناخد ونسوي كلمات ألمانية. لي ليبه ليبه، شوف اي ليبه ليبه، يعني جاي من فعل ليبن، يعيش أو يحيا. ليبه عندنا كمان اغده اغده اغده، خط مو حلو. على حرف الراء هدول دال، دال اخذناها تمام، حرف الراء بعدين بناخده. ليبه اغده دايما اسم يكون بحرف كبير باول جمله بالنص، اسم دايما بتنكتب بحرف كبير باللغه الالمانيه. عندك اس اس هو او هي لغير عاقل، اس ليبه ارده. عندك اسن اسن ياكل، اسن يعني طعام او اكل، هو بيجي كمان فعل اسن يعني ياكل اسن. ملاحظة، يعني حرف الان بالافعال يعني مو تقريبا، اذا اجت قبل الان يعني قبل الحرف الاخير يعني بتكون خفيفة، يعني اسن اسن. كمان عندك مثلا كلمة فيست 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 يعني عيد، فيست يعني عيد. عندك الف الف يعني رقم 11 الف. عندك هون هوزه يعني بنطلون هوزه. عندك كمان هون يعني جلد جلد، خدنا حرف د جلد تمام. واتمنى تكون فهمتوا الدرس، وحاولوا تحفظوا هالكلمات وتطبقوا الجمل، يعني كلمات لحالها مو جمل حاليا، بس كلمات بعدين بلش بالجمل ان شاء الله.
يعني شلون مثلا انت اخذت حرف ال آ واخذت حرف ال ب واخذت حرف السين بالاخير لانه صعب، واخذت حرف ال د واخذت حرف ال ايه. يعني مثلا طبق مثلا جمل مع بعض، دل مثلا بابا هيك، وتكمل مثلا با با بي بي هيك. تمام، وان شاء الله فهمت الدرس والتقي الدرس الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.